اذا اليوم حنا تنتواجدوا بمصلحه استقبال المستعجلات اللي بغيت نعطي واحد النبذه قصيره عليها بالنسبه لهذه المصلحه هذه هي تستقبل جميع المستعجلات من ما جاو يعني كاين الناس اللي مباشره للمركز الاستشفاء الجامعي وكاين الناس اللي تيجيو عبر التنسيق مع المستشفيات الجهويه ديال مدينه الدار البيضاء بالنسبه لهذه المصلحه هذه هي تستقبل تقريبا 500 ناس في النهار اللي هو عدد كبير وكبير بزاف ومن بين هذه 500 الناس فيهم مستعجلات طبيه يعني نقول تقريبا واحد 40% منهم فيهم مستعجلات جراحيه نقولوا واحد 30% و30% اللي بقى هي مستعجلات عندها علاقه بحوادث السير وضدود وليزاكسيدون ترافاي يعني حوادث الشغل والناس اللي تطيحوا من اماكن عالية تتصوروا معايا ان هاد 500 الناس تيدوزو في النهار راه عدد كثير خصكم تعرفوا ان هاد 500 الناس تدوز في النهار بينها ونقولوا واحد 40% اللي تقدر تغادر المستشفى هذيك الساعات يعني بعد الفحص الاولي تتعطى لي وصفه ديال الطبيب وتمشي في حالته المريض كاين منهم واحد نقولوا 50% تقريبا اللي تيخصهم اختصاصات وعيادات متخصصه هاد العيادات المتخصصه تتشمل طب القلب وطب الاعصاب والجهاز الهضمي والامراض امراض السكر وكذلك العلاجات المتخصصه بالجراحه اللي فيها جراحه البطن جراحه العمود الفقري والضاس فيها جراحه الاطراف وكذلك جراحه المسالك البوليه هاد الناس هادو كاع تيتشافوا عبر فروق طبيه وتمريضيه اللي تيديروا الحراسه يوميا في اي مكان 24 ساعه على 24 ساعه واللي تزيد عاوتاني يعني انه هاد الامور هاد الخدمه اللي تتزاد زعما المسؤوليه ديالنا هي المضى لهاد ال 500 هادو خمسة عشر في المية منهم تيخصهم لا مصالح الانعاش يعني نقول حنا بالفرنسيه لا سال دو دي شوكاج او بالعربيه قاعه مقاومه الصدمات اش ندير في هاد قاعه مقاومه الصدمات يعني اول حاجه تنشوفوا الوظائف الحيويه ديال المريض تنحاولوا نعتقوه الاكسجين سيروم تنفس اصطناعي بزاف ديال الحوايج حتى تنقادوه من بعد خصو يمشي لمصلح مصلحه الطب الاشعه باش تندوي ليه السكانيرات وبزاف ديال الامور وعاد من بعد تنداويه مزيان ومن بعد فاش تبقى الحاله مستقظه ديالو تيخصنا من بعد نصيفطو المصالح ديال الانعاش اذا هذا الامر هذا تيطلب واحد الجهد واحد التضحيه كبيره وخلافا اللي زعما الفكره اللي كاينه عند عامه الناس انه السبيطار ما كاينش الماتريال ما كفاءات انا هنا بدون لغه خشب عندنا كل شيء أه مش عارف يعني كاين الماتريال كاين الفرق الطبيه كاين فرق التمريضيه وكاين هذا الشيء واخا هذا المجهود كاع تيدار يقدر ما يبانش امام حجم الناس ولا حجم العدد اللي تيجي اذا ما كانش هذه الفكره هذه بعد اول حاجه تحيد انه الحمد لله في المركز الاستشفائي الجامعي آه عدنا عندنا تقريبا كل شيء وعندنا الاطقم التمريضيه وعندنا الاطقم الطبيه ولكن واخا هذا المجهود كامل تيخص واحد المساعده من طرف الناس اللي تيجوا عند المركز الاستشفائي الجامعي حيت في هذه 500 الناس او اكثر اللي شفنا تلقاو بزاف منهم انهم ما عندهمش حاله مستعجله بزاف الناس اللي كان في امكانهم يداو مثلا في مركز دار التشخيص تنقولوا حنا جناح 28 بزاف ديال الناس اللي كان في امكانهم ياخذوا مثلا الشوكه في سبيطار الحومه تلاحظوا انه الناس تفضل انه بلاص ما يمشي سبيطار الحومه ومن بعد يسيفطوا المركز الجيوي ومن بعد يجي المركز الشفائي تيقول اللهم نمشي مباشره للمركز الشفائي وإحنا ما عندناش الحق واخا زعما نقولوا يا راه ما كانش خصو يجي ولكن ما عندناش الحق نضو اي مريض لذلك تنوليو في هاد ال 500 تزيد عليهم واحد 100 150 واحد اللي اصلا كان ممكن كان مفروض يتعالج في المراكز زعما اللي من المركز الاستشفائي الجامعي آه ما نساوش كذلك انه هذا العام الاخر مركز استقبال المستعجلات كان عنده واحد الدور حيوي في تدبير جائحه كورونا الحمد لله هذه الاشهر الاخيره الحمد لله القضيه نقصات وكم تعرفوا انه دوزنا دو واحد العام اللي صعيب وصعيب بزاف لدرجه انه بعض الايامات كانت لنا ما بين 15 إلى 20 حاله خطيره من الكورونا بفضل التنسيق مع الفريق الاداري ومع المنسق ديالنا مدير مستشفى ابن رشد تمكنا الحمد لله انه كاع هاد الحالات هادو باش نح... نعسو من بعد مصالح الانعاش من بعد حنا باش تنبداو من بعد باش تنبداو ليهم الدواء الاولي والسكانيرات وزعنا بدون فخر ما كاينش مريض اللي فات مصالح المستشفيات وما تمكناش نعسو بمصالح الانعاش اذا مراكز المستعجلات تتكلف المرضى ديال كورونا اللي الحمد لله العدد ديالها قل ولكن هذا لا يعني ان خصنا نتراخاو خصنا نبقاو مركزين حتى لاخر ضمق تنتكلفوا كذلك من الناس اللي ما عندهمش كورونا هما كثار وتنتكلفوا حتى بالمرضى ديال الانعاش الا ما مثلا اسره خاويه في مصالح ديال الانعاش انا من هذا المنبر الناس بصفه عامه نقولوا عندنا واحد النقط واحد واحد النظره نقولوا تقدر ماشي مزيانه المصالح العامه وفي الغالب تكون عندهم وجه حق ماشي انا بغيت نقول زعما دافع ولا شي حاجه حنا غادي نقولوا الواقع ما بجميع مجال امكانيات لا الانسانيه لا التقنيه وبهذا الصبيب الكثير ديال المرضى راه واخا شنو نديرو غادي نكونوا ديباسي غادي نتجاوزوا واخا تعيا اذا الطلب ديالي البسيط هو انه بالنسبه للحالات اللي ماشي مستعجله من الاحسن تمشي مثلا المراكز الجهويه ولا مراكز السبيطار الحمى كما تنقولوا لي سون دو اللي, اللي بالنسبه للناس اللي عندهم حاله بالفعل مستعجله عندي طلب بسيط بزاف يجي معه واحد ولا جوج على اكبر على اكبر تقصير هنا تيجي مريض واحد وتتلقى مثلا عنده بزاف ديال المرافقين حنا كنتفهموا انهم تيكونوا في وضعيه نفسانيه آه شويه صعيبه ولكن ما يمكنش انه تخلي عشرة يدخلوا مع المريض خصهم خص الناس يعاونونا باش حنا كلنا ان شاء الله هذا المستشفى العمومي نرجعوا ليه القيمه عند الناس ما هو راه قيمة ديالته كاينه حنا تنشف النتائج تنشوفو الكفاءه تنشوفو التقنيات ولكن حنا بغينا واحد المصالحه ما بين المواطن وما بين المصالح العموميه وخصوصا المستشفى العمومي